في بعض أسئلة حضراتكم اللي بتطرحوها من خلال التعليقات الوردة في فيديوهات قناة الروشيتا مواضيع فيها غاية الأهمية لذلك أنا بتوجه بالشكر لحضراتكم لأنكم طرحتوا هذه الأسئلة ولذلك هحاول أرد عليها في نطاق التوعية فقط لكن أفكر كل حد فيكم أن مهمة قناة الروشيتا هي مجرد التوعية لسنا جهة استشارات طبية المفروض حضرتك وحضرتك تتوجه الى الطبيب الخاص بحضرتك. غير كده خد المعلومه واستفيد بيها لكن لا تطبقها قبل استشاره الطبيب. تعالوا نشوف اسئله حضراتكم والرد عليها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى ومع أول سؤال دنيا بتسأل بتقول أنا في الأواخر من شهر الثامن وعندي ألم حاد في أسفل ظهري وبدون أعمال شاقة في البيت ممكن إجابتك جزاك الله خيرا أختكم من المغرب تحيتنا لك يا دنيا ولكل أهلنا الطيبين الكرام من المغرب العربي الشقيق خلينا نتفق قبل ما نجاوب على هذا السؤال بالتفصيل لأن تفصيلة إجابة هذا السؤال هو عبارة عن عدة احتمالات طيب إيه هي الحاجة اللي عايزين نأكد عليها؟ إن أي واحدة تستشعر ألم شديد لا يحتمل عليها مراجعة الطبيب للتأكد من وضع الجنين وصحة الجنين وصحة الحمل وسير عملية الحمل بأمان طيب لو رحنا واتأكدنا ان كل حاجة تمام فايه هو السبب من ألم أسفل الظهر في الشهر الثامن بالتحديد بيبقى زايد حبتين طيب عندي اول احتمال هو وضعيتك اثناء ما حضرتك مثلا بتتفرجي على التلفزيون او ان حضرتك قاعدة في غرفة الليفينج روم قاعدة كده في العصاري القعدات الكتيرة طيب يا ترى بتحملي على ايه وانت قاعدة لو انت بتتكي على ظهرك قوي لو بتحملي على ظهرك قوي ده هيزود عندك الم الظهر لازم ندعم الظهر بيه عدد من الوسادات تخلي الظهر محمل على الوسادات ما تخليش التقل بتاع الجنين والحمل كله ضاغط على الظهر فبالتالي هيصب هذا الالم على اسفل الظهر ده عندي اول احتمال وهذا الاحتمال كبير كمان لانه في هذه الفترة من الحمل الجنين بيبقى كبر وزنه كبر بيكبر في الاسبوع الواحد بالمية وخمسين او ميتين جرام في الاسبوع الواحد فالوزن بيتزايد بسرعة فبالتالي العضلات بتاعة الجسم ممكن تتفاجأ بهذا الوزن الزائد المتلاحق وطالما اتكلمنا عن زيادة وزن الجنين لا يسيما بقى لازم نتكلم عن زيادة وزن الحامل ساعات الحامل في الفترة الأخيرة في التلت الأخير شوية يعني ده بطبيعه الحال نفسها بتتفتح على الاكل شويه فبيزيد وزنها هي ربنا سبحانه وتعالى خلى ان نفسها تتفتح شويه عشان تدي طاقه للجنين بس رجاء هذا الامر ما نفرطش فيه لان الافراط في تناول الطعام هيؤدي الى مزيد من زياده الوزن إلا هتبقى ضاغط على كل من العضلات والأعصاب المتواجدة في أسفل العمود الفقري ومنطقة الحوض وبالتالي بيزداد شعور المرأة بألم أسفل الظهر مع تقدم مراحل الحمل ده بيبقى نتيجة للوزن المكتسب كمان زي ما قلنا مع تمدد حجم الجنين والرحم كمان ازدياد حجم الرحم طبعا لنمو الجنين وزيادة الوزن والليلة دي كلها اللي احنا عاملين نحكي فيها بتؤثر شوية على موضوع عضلات البطن وارتخاء. عضلات البطن بتساعد الظهر انها تمسك شويه. طيب لما عضلات البطن يحصل لها ارتخاء بيبقى العبء كله على العمود الفقري والاعصاب والمفاصل المتواجده في منطقه اسفل الظهر. فبالتالي بيبقى في شعور بالالم متزايد لان حصل ارتخاء شويه لعضلات البطن. كمان ما ننساش ان مع تقدم الحمل كل ما الهرمونات والتغيرات الهرمونيه بتزداد. بيحصل إن مستوي هرمون اسمه الريلاكسين بيزداد بالتدريج هذا الهرمون بيؤثر شوية على أنسجة الجسم المختلفة بيحصل نتيجة هذا الهرمون تمدد لأنسجة الجسم بالرغم إن هذا الهرمون ليه دور أساسي في تلبية الاحتياجات الفسيولوجية لتقدم الحمل بس ممكن يعمل هذا الهرمون آثار جانبية منها ارتخاء الأربطة والعضلات والمفاصل من هذه الأربطة والمفاصل اللي بتتأثر بيها بشكل غير مباشر هي أربطة وعضلات العمود الفقري والظهر فبيبقى هنا عندي السبب برضو عشان التغيرات الهرمونية كمان في حاجة عندنا بتحصل في التلت الأخير وكل ما بنوصل شوية لنهاية رحلة الحمل هو معدل الضغط العصبي والتوتر كل ما الضغط العصبي والتوتر بيزدادوا كل ما بيحصل مشاكل في الجسم منها هو موضوع الام اسفل الظهر لما بيحصل قلق وبيحصل ضغط نفسي وتوتر بيحصل ان عضلات الظهر بتتشد شوية هذا الشد في العضلات ده اللي بيشعر بعض السيدات الحوامل بالام في اسفل الظهر حادة كل الحاجات اللي احنا ذكرناها دي حاجات طبيعية وما فيش منها اي قلق إزاي نخففها؟ نخففها بحاجات بسيطة جدا إن إحنا نخفف من حدوثها زي موضوع مثلا القعدة الغلط زي موضوع النومة الغلط زي إن إحنا نخفف شوية من حدة التوتر والقلق والضغط العصبي نحاول إن إحنا نروق بالنا فيش حاجة إن شاء الله هتحصل وحشة طيب ممكن نعمل إيه تاني ممكن ناخد مثلا حمام مياه دافية يهدي من موضوع آلام أسفل الظهر كل ده شيء طبيعي جدا طيب امال اللي مش طبيعي ايه هو؟ عشان كده قلنا ان احنا لازم نراجع الطبيب ونعمل فحص بالسونار ونتاكد ان الوجع اللي عندنا ده وجع بسبب الحمل والتغيرات الهرمونيه وزياده وزن الجنين وهكذا. بعض الاحيان بيكون التهاب في المسالك البوليه، التهاب المسالك البوليه بيبقى من اعراضه هو الم اسفل الظهر. هو كمان بيرافق هذا الالم ساعات الم اسفل البطن لما بتلاقي الم اسفل البطن ومعاه كمان الم اسفل الظهر ممكن تكون اعراض لالتهاب مسالك بوليه في الحاله دي لازم تراجعي الطبيب ولازم تاخدي علاج عشان ما تعرضيش نفسك لولاده مبكره اما لو مطلعش الموضوع التهاب مسالك بوليه وطلع ان الموضوع عادي جدا بسبب مثلا هرمونات الحمل زياده الوزن نخفف الوزن شويه تقلقوش خالص من هذه الالام اللي ممكن تنتابكم طالما تاكدنا ان الحمل كويس والجنين كويس وبصحه وبخير بشكرك يا دنيا وتحياتنا مرة تانية لأهلنا في المغرب الطيبين الكرام في نهاية حلقتنا بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وبتمنى أن أنتم تطرحوا أسئلتكم في التعليقات هنحاول نرد قدر المستطاع على أسئلة حضراتكم لكن أعذرونا في حال عدم القدر على الرد على كافة الأسئلة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أشكركم شكرا جزيلا وإلى اللقاء